بحضور سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم النادي بعد ظهر اليوم السباق 19 لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس بنك البحرين الوطني، وذلك على مضمار السباق بمنطقة الرفة بالسخير. كما حضر السباق سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة، وسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ عبد الله بن راشد بن عيسى الخليفة، وممثلو الجهة الراعية للسباق، وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة كأس بنك البحرين الوطني للشوط السابع من السيد عبد العزيز الأحمد الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد والشركات ببنك البحرين الوطني بعد فوز جواد سموه ديريك باور بالمركز الأول في الشوط السابع. كما قام عبد العزيز الأحمد بتتويج الفائزين بكؤوس بنك البحرين الوطني، حيث قدم كأس الشوط الأول إلى عبد العزيز يوسف طاهر، وكأس الشوط الثاني إلى المضمر الفائز فوزي ناس، وكأس الشوط الثالث إلى المضمر الفائز جعفر مرزوق. كما قدم كأس البنك للشوط الرابع إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة، وكأس الخامس إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة، وكأس الشوط السادس إلى أحمد الأنصاري. هذا وقد اشتمل السباق على 7 أشواط.